السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. أنا إن شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي يخص جميع المربين في الحقيقة يهتموا به، ألا وهو النظافة. خصكم تعرفوا باللي سر ديال النجاح ديال المشروع وهو النظافة. بالنسبة للأرانب خاص المربي أنه في الحقيقة يخدم يوميا هاد الفضلات ديالهم. أنا راكم عارفين باللي بحال هذا النوع من الكاجات، هانتوما كدير هالطريقة، دير الزنكة من التحت كما كما كتشوفوا معايا. ولكن راه كاينين بعض المربين اللي كنعرفهم انهم كيخليو هذا الشيء حتى كيتجمع بزاف، يعني هذاك الفضلات كيخليوها تجمع بزاف، وهي لا، هانتوما ديما عندي انا هذا البانيو خصو يكون خاوي، يعني فين ما تجمع لكم شي حاجة قليلة خص داك الشيء يتجمع ويترمى. علاش؟ لا الماء ديالهم، لا الفضلات ديالهم القاصحة، يعني كلهم كل شيء كيأثر عليهم. وبالنسبة للتهوية نوصيكم على التهوية. التهوية ما تخليوش هاد الكاج يعني مخنوق في شي بيت ولا، هانتوما كما كتشوفوا معايا ها هو راه هنا في واحد السطح، دايرو في واحد السطح ومخليه يعني منهم الشمس. ها هي الشمس، هما كما كتشوفوا هنايا هذاك القصب كان بحال الرولو كان نحطو عليهم. ولكن الاساس ديال هذا الشيء وهو انهم يخصهم واحد النوع ديال التهويه، ما تخنقوهمش، يعني هذاك الشيء كيأثر لهم على عينيهم، كيأثر لهم. كاين المربين اللي عندهم الارانب عندهم الحساسيه كيبقاو عطسوا، كاين المربين اللي كيمرضوا لهم الله يستر بالجرب، وكل شيء من هذا الشيء يعني من النظافة. خاص الإنسان ينقي نقي ونقي ونقي، راه الريحة ديال الفضلات ديالهم كونوا متأكدين أنها كتأثر لهم على الجسم ديالهم والجهاز التنفسي وكل شيء. أي حاجة كتخص الأرانب راه كل شيء من النظافة. أنا علاش درت لكم هذا الفيديو؟ لأن واحد السيد كنمشي عنده، حتى هو مربي الارانب ديالو ولكن دايرهم في واحد البيت. ومنين دخلت عنده لهداك البيت شميت واحد الريحه في الحقيقه اعزكم الله رائحه كريهه، وديما كيقول لي كيمرضوا لي. ديما كنقول له انايا راه هذا الشيء خص النظافه. ومنين خدمنا انا وياه داك الاخر واحد الشرجم درناه مقابل ليهم، يعني فتحنا واحد الشرجم وشرا واحد المعطر ولا كينقي هذاك الزنكه كينقيها ولا كيخدم صافي، داك الشيء يعني تبدل عليه، ولاو الارانب ديالو صحاح. ويعني شكرني باللي فعلا ان النظافه هي الحل الوحيد اللي كيحيد تقريبا 50% ديال الامراض. كاين الامراض اللي كيجيو يعني هذوك موسميه، خص الانسان يعني يتلقى عليهم كما قلت لهم في فيديوهات سابقه، اللي خصو يدير الابره وخصو يدير سميتو داك السيرو ديال الامعاء. ولكن كاين النظافه خص كيما هما هاد المساكن هاد الارانب كيعطيوك الخلفات، وكي حتى هما راه مساكن كيخدموا معاك. حتى المربي خصو حتى هو في الحقيقه يجهز ولو باشياء بسيطه، يعني بواحد يطرو جافيل ولا معطر ولا هادي، ويبقى واحد الشيته ويحك هذوك الاقفاص، يحكهم مزيان وسميتو، وما يخليش داك الفضلات تراكم 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 حتى تولي معفنه. مثلا الا طاح فيها الخبز كيجي فيه النمل، نتوما راه عارفين هاد الحوايج. ديما خاص النظافه. اذا الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وانايا كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف. واللي ما باقي ما شاركش معنا يشارك، لان ان شاء الله كاين الخير القدام ان شاء الله. والى اللقاء في الحلقه المقبله.